بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. محاضرة اليوم طلاب هي الجزء الثاني أو تكملة محاضرة الميكروبيال جينيتكس. الميكروبيال جينيتكس هو عبارة عن شابتر واحد قسمته إلى جزئين. انطينا أول أسبوع انطينا الجزء الأول من الميكروبيال جينيتكس، وهذه المحاضرة راح نكمل الجزء الثاني من شابتر الميكروبيال جينيتكس. طلاب، المحاضرة مأخوذة من مصدر هو الميديكال مايكروبيولوجي، وهو كتاب منهجي تكست بوك يدرس طلاب المجموعة الطبية علم الأحياء المجهرية الطبية للمؤلف جاوز، كتاب مشهور وتتخلل طبعا المصدر مكتوب أعلى الصفحة ميديكال مايكروبيولوجي جاوز، الشابتر عنوانه مايكروبيال جينيتكس. طبعا جاوتس ويا جماعته مجموعة من المؤلفين مع بعض النصوص المأخوذة من مواقع من الانترنت، لكن الاعتماد الرئيسي والأساسي على الميديكال مايكروبيولوجي كتاب منهجي يدرس لطلاب المجموعة الطبية. راح نبدي ويا الجين اكسبريشن. الجين اكسبريشن when a gene is expressed two processes occur، بمعنى انه لما يصير عندي عبور جيني، الجين حتى يصير لعبور يجب ان تكون هنالك عمليتين للجين اكسبريشن، اللي هي نمبر 1 ترانسكريبشن ونمبر 2 ترانسليشن، اي بمعنى الاستنساخ والترجمه. الترانسكريبشن دي ان اي ترانسكريبت تو برودوس مسنجر ار ان اي، الدي ان اي يستنسخ حتى ينطيني المسنجر ار ان اي. بالترانسليشن بالترجمه، مسنجر ار ان اي يترجم then translated to produce proteins، حتى ينطينا البروتينات. شنو معنى هذا الكلام طلاب؟ قلنا انه الخليه البكتيريه تمتلك كروموسوم واحد، كروموسوم يحتوي مجموعة من الجينات. مثلا نوع من أنواع البكتيريا، على سبيل المثال إيكولاي، نوع من أنواع البكتيريا تسوي إنفكشن في مكان معين داخل جسم الإنسان. هذه الإنفكشن تتطلب من البكتيريا أن تنتج مجموعة من مثلا التوكسينات، السموم. التوكسينات أو الإنزيمز، الإنزيمات هذه طلاب نسميها بالبروتين. حتى ينتج هذا البروتين اللي أنا أحتاجه كإنزيم أو توكسين أو غيرها من المواد اللي تحتاجه الخلية البكتيرية خلال دورة حياتها، هذا البروتين إلى أساس جيني موجود كجين على الكروموسوم الموجود داخل الخلية البكتيرية. حتى ينتج هذا البروتين راح يمر بعدة مراحل، هو عبارة عن تسلسل موجود على الكروموسوم كجينات. هذا الجين يجب أن يستنسخ ويجب أن يترجم حتى ينطيني هذا البروتين. إذن الدي ان اي قلنا احنا الكروموسوم الواحد الموجود داخل الخلية البكتيرية، جزيئة الدي ان اي يصير عملية ترانسكريبشن استنساخ تنطيني المسنجر ار ان اي. المسنجر ار ان اي بالذات راح احتاجه في عملية الترانسليشن الترجمة، وبالتالي انتاج البروتين المطلوب. بالنسبة للترانسكريبشن، the process by which a molecule of DNA is copied into a complementary strand of RNA. شنو يعني؟ الترانسكريبشن الاستنساخ هي العملية اللي بيها يتم جزيئة الدي ان اي تستنسخ إلى ستراند مماثل من الار ان اي. لكن طلاب انتبه، ليس كل جزيئة الدي ان اي سوف تستنسخ. الاستنساخ في أثناء عملية الاستنساخ لا تستنسخ جزيئة الدي ان اي كلها، إنما يستنسخ الجزء الجين المطلوب اللي تحتاجه في هذه اللحظة الخلية البكتيرية لإداء وظيفة معينة، فتستنسخ جزء من جزيئة الدي ان اي الجين المطلوب.
يستنسخ ينطينا ستراند بالاستنساخ أثناء عملية الاستنساخ راح ينطينا ستراند مماثل من الـ RNA اللي هو المسنجر RNA. الرسم هذا الفيجر الموجود أمامكم طلاب يمثل جزيء الـ DNA اللي ماخذ الشريط اللي هو 2 ستراند هيليكلز، هذا الحلزون اللي بي 2 ستراند، هذا هو جزيئة الـ DNA DNA مولكيول. لتحدث هنا عملية الترانسكريبشن، لاحظوا طلاب جزء من جزيئة الـ DNA هو اللي دي يصير بعملية الاستنساخ، دي ينطيني الجزء اللي تم به الاستنساخ هو عبارة عن تسلسل جيني محتاجة اني او العفو البكتيريا محتاجة تنتج كذا انزيم اثناء وظائفها الحيوية او اثناء ما تسوي انفكشن بالهيومن، فدي يستنسخ جزء فقط من جزيئة الـ DNA اللي تعطيني شريط من كومبلمنتري ستراند اوف ار ان اي مسنجر ار ان اي اللي هنا ظاهر بالصورة باللون الاخضر، ليكون كومبلمنتري ستراند خيط مماثل للـ DNA اللي هو المسنجر RNA. اذا في عملية الاستنساخ جزيئة الـ DNA راح تستنسخ الجين المطلوب لاداء وظيفة معينة من قبل الخلية البكتيرية، سواء بالنسبة لفعالياتها الحيوية او بالنسبة في حالة حدوث انفكشن بالهيومن بالانيمال بالبلانت في اي مكان. حكينا نبذة مختصرة عن الترانسكريبشن، أما بالنسبة للترانسليشن أو ما يعرف بالترجمة عندنا مجموعة من الحقائق خلنا نتعرف عليها قبل ما نشرح طريقة الترجمة. نمبر 1 كودون كول فور سبيسيفيك أمينو أسيد، طبعا بالترجمة الاعتماد كله هو على الأحماض الأمينية، كل أمينو أسيد كل حامض أميني إلى كودون أي إلى شفرة وراثية. عندي اني عدد الاحماض الامينية الكلي هي 20 حامض اميني 20 امينو اسيدز. الحامض الاميني كل حامض اميني الى شفرة وراثية كودون، الكودون يتكون من 3 بيز كود من 3 قواعد نيتروجينية. انا عندي في تركيب الدي ان اي 4 قواعد نيتروجينية فقط 4 بيزز الى ادينين يوراسيل جوانين سيتوسين. اذا راح يصير عندي بما انه انا عندي 4 قواعد نيتروجينية فقط كل حامض اميني الى شفرة وراثية متكونة من 3 قواعد نيتروجينية، اذا راح يكون عندي 64 شفرة، 64 شفرة وراثية 64 كودون possible combination. انا عندي 20 حامض اميني، شنو معنى هذا الكلام؟ معناته انه الحامض الاميني الواحد ممكن تكون الى اكثر من شفرة وراثية. ليش طلاب؟ وهذه من سبحان الله الخالق حتى تقلل من احتمالية الخطأ اثناء البناء واثناء الاستنساخ والترجمة وكل هذه العمليات اللي يمر بها تصنيع البروتين. الأمينو أسيد قلنا معناته أكون هناك مجموعة من الأحماض الأمينية تكون إلها أكثر من كودون more than one كودون. خلي نشوف هنا طلاب أول فيجر، طبعا هنا انا مخليت لكم مجموعة من الفيجرات مجموعة من الصور. ليش طلاب؟ لاحظت على مر السنوات السابقة انه طلاب دائما يفضلون الفيجر الصورة عن الشرح عن المتن، يعني اسهل بالحفظ والفهم. زين هنا راح تسأل هذه الصور مطلوبة؟ مطلوب طبعا الصور ما مطلوب منك انه ترسمها بالامتحان، لكن الصورة اللي امامك لازم تفهمها، اذا فهمتها حتى تفهم معنى الترانسليشن الترجمة. بالمناسبة طلاب الترانسليشن تختلف عن مصطلح الترانسليشن يختلف عن مصطلح البروتين سينثيسيس. البروتين
synthesis معناتها بناء البروتين، وهو عبارة عن عمليتين transcription وtranslation. أما الtranslation فمعناتها هي عملية واحدة معناها ترجمة الاستنساخ أو ترجمة الDNA. إذن مصطلح البروتين synthesis يختلف عن مصطلح الtranslation، يعني مصطلح البروتين synthesis يكون أكبر وأعم لأنه يشمل الاستنساخ والترجمة translation, transcription and translation. نجي للفقرة الأولى هذه اللي قدامنا. بعملية الترانسليشن طلاب راح نحتاج components needed to begin translation come together. ما هي الكومبوننتس المكونات اللي نحتاجها حتى تيجي تبدي عملية الترانسليشن؟ ribosomes طبعا، والرايبوسوم راح يكون 2 sub units وحدتين مثل ما ظاهرة بالصورة باللون الوردي، 2 parts أو 2 units أو 2 sub units. وراح نحتاج المسجر RNA اللي هو واضح قدامنا بالصورة ستراند الأزرق، وراح نحتاج tRNA نوع ثاني من RNA نسميه بالترانسفير RNA، هذا الناقل اللي يجيب الأحماض الأمينية. إذا هذه المكونات الثلاثة موجودة راح تبدي عملية الترانسليشن. بالخطوة الثانية راح نشوف الرايبوسومز التو سب يونتس اتحدت، صار بيناتهم اتحاد. طبعا المسنجر ار ان اي راح يكون ثابت، وين هذا؟ في السيتوبلازم. عملية طلاب عملية الترانسليشن تحدث في منطقة السيتوبلازم. المسنجر RNA اللي هو الخيط الأزرق يكون ثابت، منه راح يكون متحرك الرايبوسومز. الرايبوسومز اللي تكون بالشكل باللون الوردي هي اللي راح تتحرك على طول المسنجر RNA حتى تبني سلسلة الأحماض الأمينية المطلوبة منها. شنو هي سلسلة الأحماض الأمينية؟ هو البروتين نفسه، لأنه البروتين هو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية المرتبطة بآصرة بيبتيدية. إذن المسنجر راح يتحرك، مسنجر راح يكون عنده two places موقعين، الأول نسميه بالبي سايت، طبعا راح نشوفه بالفيجر الثانية اللي بعدها. هذه طلاب الموقع الأول الموجود بالرايبوسوم نسميه بالبي سايت، راح يجي تجي جزيئة التي ار ان اي الأولى تحمل حامض أميني مشفر، راح تجي تستقر على المسنجر ار ان اي. ليش تستقر على المسنجر ار ان اي؟ لأنه المسنجر ده يحمل شفرة هذا الحامض الأميني، مثل ما تلاحظون بالصورة طلاب المسنجر ده يحتوي شفرة AUG. جزيئة التي ار ان اي الأولى جابت حامض أميني مشفر UAC، راح تجي تستقر على الـ AUG. إذن صار هناش عندي تكون عندي أول حامض أميني. ليش؟ لأنه جت جزيئة التي ار ان اي مشفرة تحمل حامض أميني، شفرة الحامض الأميني UAC، وجدت الجزء الثاني المكمل إلى على المسنجر، الجزء الثاني المكمل للشفرة AUG، فصار عندي تكون عندي أول حامض أميني. جزيئة tRNA شوفوا بالنقطة الرابعة، جزيئة tRNA رجعت للسيتوبلازم، جتي طمغت الشفرة اللي تحملها على المسنجر ورجعت للسيتوبلازم. جتي جزيئة tRNA ثانية تحمل شفرة حامض أميني، جت على المسنجر، المسنجر ايش عنده؟ UUA، هي جايبة وياها شفرة، الجزء المكمل للشفرة AAU، ختمت على المسنجر ورجعت انطلقت للسيتوبلازم من جديد، راح يروحون يجيبون من جديد شفرات حامض أميني. وهكذا تكون عندي الحامض الأميني الثاني،
بنفس الطريقة يتكون الثالث، بنفس الطريقة يتكون الرابع. طبعا 1 2 3 4، تشوفون هاي الدوائر باللون الأزرق تمثل، كل دائرة تمثل حامض أميني. بالخطوة السادسة تكونت عندي 5 أحماض أمينية، اللي هي هذه الكرات باللون الأزرق، 1 2 3 4 5، ارتبطت بآصرة ببتيدية. إذا تكونت هنا عندي سلسلة من مجموعة من الأحماض الأمينية المرتبطة بآصرة ببتيدية. إذا أنا إيش دا أصنع؟ دا أصنع بروتين. قلنا المسنجر ار ان اي مستقر، الرايبوسومز دي يتحرك على طول المسنجر، والتي ار ان اي دي يجيب الشفرات ويختم على المسنجر ار ان اي. هنا تشوفون بالخطوات السابعة والثامنة طلاب كونت عندي سلسلة بولي بيبتايد. سلسلة بولي بيبتايد هي عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية المرتبطة بآصرة بيبتيدية، إذا هو البروتين. شلون توقفت عملية التصنيع؟ أكو كودون نسميها بالستوب كودون. شوف لاحظ خطوة رقم 7 ستوب كودون. الستوب كودون من موجودة هذه الستوب كودون راح يصير إيعاز لكل المكونات المشتركة بعملية الترجمة، يابا توقف لحد هنا وتوقف عن الإنتاج، العملية اكتملت ستوب، هذا نسميه بالستوب كودون. إذا توقفت العملية، البروتين المطلوب تكون، إيش راح يصير؟ الرايبوسومز انفكت، لأن هي كانت عبارة عن طب سو تو صبيونز متحدة، صار انفكاك، رجعوا للسيتوبلازم. المسنجر رجع أيضا بالسيتوبلازم، الـ tRNA بالسيتوبلازم اتفرقوا، انتهت عملية الترجمة، والناتج شنو؟ عبارة عن نيو بروتين، تكون لي بروتين جديد اللي هو قد يكون إنزيم، توكسين، anything. شنو اللي تحتاجه؟ الخلية البكتيرية. زين، what are the genetic changes؟ شفنا بالجزء الأول حثة عملية الريبليكيشن وهي تضاعف جزيئة الدي ان اي. هنا حكينا بالبداية عن الترانسكريبشن، استنساخ المسنجر ار ان اي من جزيئة الدي ان اي، وترانسليشن ترجمة المسنجر ار ان اي الى بروتين. هذه سلسلة الأحداث والعمليات. السؤال هنا، هل يحدث تغيير أو خطأ أثناء حدوث هذه العمليات؟ بالتأكيد نعم، ممكن حدوث الخطأ. An alteration in a segment of DNA which can disturb genes behavior and sometimes lead to a disease. يعني أي تغيير في قطعة أو في جزء من جزيئة DNA يحدث اضطراب في تصرف أو سلوك الجين، ممكن حتى في حالات يؤدي إلى الديزيز، حدوث مرض. ممكن الجينيتك تشينج يكون سمول فنسميه بالميوتيشن، وممكن الجينيتك تشينجز تكون لارج فنسميها بالريكومبينيشن. إذا السمول جينيتك تشينج هي الميوتيشن، واللارج جينيتك تشينج هي الريكومبينيشن. والميوتيشن والريكومبينيشن طلاب، ميوتيشن يعني طفرة وراثية، ريكومبينيشن يعني إعادة اتحاد. هل العمليتين يعني الاثنتين الميوتيشن والريكومبينيشن من أهم العمليات اللي ممكن تحدث في عالم البكتيريا؟ بالنسبة للميوتيشن هو changes in base sequence of DNA، أي تغيير بالbase sequence بتسلسل القواعد، أي تغيير في تسلسل القواعد النيتروجينية في DNA أسميه ميوتيشن. Mutation may be spontaneous or induced، يعني الطفرة الوراثية ممكن تكون تلقائية طبيعية. مثلا عندنا نوع من أنواع البكتيريا النيسيريا جونوريا for example، بس عندها صفة البنسلين resistance. البنسلين طلاب من أهم أنواع الانتيبايتك، لكن النيسيريا جونوريا عندها resistance إلى، وتكون هذه المقاومة طبيعية وتلقائية. أو تكون الطفرة الوراثية induced يعني محفزة طلاب، يعني
بسبب chemical or physical agent enhance mutation rate. إما أن يكون عندي عامل كيميائي أو فيزيائي أكون أقول أسميها بالميوتاجين، مثل التوباكو برودكتس، نواتج الدخان، نيتروس أسيد، حامض النيتروس من أخطر أنواع الأحماض طلاب اللي تكون مسرطنة، مولد توكسينز، السموم الفطرية، السموم اللي تنتجها الفطريات، الإكس راي، أنواع الأشعة طلاب، الإكس راي، الجاما راي، اليوفي لايت، وأيضا بعض ال خلينا نقول المواد الصناعية أو المغذية الغذائية الصناعية أيضا تكون خطرة وتؤدي إلى حدوث ميوتيشن، طفرات وراثية وتكون مسرطنة. زين، أثناء حدوث هذا الدي يصير بيه جينيتك تشينجز، التغيير الوراثي، هل السؤال قابل للإصلاح؟ إيه نعم طلاب، ممكن يكون هنالك ريبير أي إصلاح. عندي نوعين من الميكانيزمز، الميكانيكيات الأولى نمبر 1 مس ماتش ريبير، تعتمد على الدي ان اي بوليمريز. شنو يعني طلاب؟ الدي ان اي بوليمريز هذا انزيم وظيفته، واحدة من وظائفه انه شي يسوي من اثناء عملية الريبليكيشن مثلا نصير تضاعف جزيئات الدي ان اي، هذا يمشي على طول الجزء اللي تضاعف يقرأ، تسميها بروف ريد، يقرأ اي خطأ يشوفه رئيسا يسوي له مسماتش، اعادة تصحيح الخطأ، يصحح الخطأ. عندي ميكانيكية ثانية اكزيشن ريبير، تعتمد على انزيم النيوكلياز، يعني اكو اصلاح يصير بالقطع، يعني من يلقى مثلا قاعدة نيتروجينية بالخطأ يسوي لها اكزيشن، يسوي لها قطع ويعيد اصلاحها، يعتمد على انزيم النيوكلياز. اذا الميوتيشن ممكن تحدث عملية ريبير إصلاح إلها. بالنسبة طلاب للريكومبينيشن هو جينيتك ترانسفير إن بكتيريا، انتقال الوراثي بالبكتيريا. الانتقال الوراثي بالبكتيريا جينيتك ترانسفير ينتج الجينيتك فاريشن، التغيرات الوراثية، وهذه طلاب جدا نقطة مهمة بالنسبة متعلقة بالنسبة للبكتيريا مرتبطة ومتعلقة بالانتيبايتكس. الجينيتك فايريشن نيدل فور ايفوليوشن، التغيرات الوراثية طلاب مهمة ايضا للبكتيريا تؤدي الى ايفوليوشن، الى حدوث التطور. الريكومبينيشن ممكن يكون فيرتيكال وممكن يكون هوريزونتال، افقي وعمودي. الفيرتيكال طلاب المعلومات الوراثية جينيتك انفورميشن راح تمر من أورغانيزم إلى its offspring، يعني إلى الجيل الناتج من عنده. إذن هذا الانتقال عمودي، إذن الانتقال الأول عمودي وانتقال المعلومات الوراثية من جيل إلى جيل، من الكائن الحي إلى الجيل الناتج من عنده. الهوريزنتال الأفقي، البكتيريا تسوي genetic transfer للمعلومات من أورغانزم إلى آخر in the same generation، في نفس الجيل. إذن البكتيريا عندها أسلوبين أو طريقين، الطريق الأول vertical genetic transfer، تنقل المعلومات الوراثية بصورة عمودية من بكتيريا إلى الجيل الناتج من عندها. الطريق الثاني هو horizontal genetic transfer، تنقل المعلومات الوراثية إلى كائن آخر من نفس الجيل in the same generation. شلون تنقل المعلومات من كائن إلى كائن في نفس الجيل؟ بثلاث طرق: conjugation, transduction, transformation. conjugation تنقل الجينيتك ترانسفير، الانتقال الوراثي أو الجينيتك انفورميشن، المعلومات الوراثية عبارة عن one strand من الدي ان اي ينتقل اللي هو البلازمين، راح ينتقل من البكتيريا الى اخرى من خلال تكوين البلازم. بالترانسدكشن الدي ان اي بالخلية الدونر الواهبة اللي تعطي، راح يصير انتقال عن طريق الفيروس، الفيروس راح يتدخل في عملية الترانسدكشن ويكون احد اعضائها ويسمح بانتقال الدي ان اي من خليه بكتيريه الى ثانيه. لترانسفورميشن
عبارة عن دايركت ابتيك للدونر دي ان اي، يعني دي ان اي راح تاخذ الخلية البكتيرية مباشرة من البيئة المحيطة بها او الوسط المحيط بها. طبعا هذه الثلاث طرق راح نشرحها بالتفصيل في السلايد التالي. طلاب هذا الفيجر يوضح عملية الكونجوكيشن ومنطينا اكزامبل اللي هو ايكولاي. طبعا هنا طلاب احد قب العطا مالتهم راح يقولون هذا الفيجر كبير، هذا للحفظ، شو راح نحفظه، ما اعرف شنو. ارجع واكرر الطلاب انه الفيجرات القصد منها اللي موجودة بالمايكروبيال جينيتكس هي للتوضيح، يعني ما اجيب بالامتحان انه ارسم لي هذا الفيجر اللي مثل الكونجوكيشن طبعا لا، وانما اطلب من عندك انه تشرح لي فكرة الكونجوكيشن. فمن تشوف الفكرة، من تشوف الرسم، راح يطبع في ذهنك اكثر من الشرح اللي يكون هواية صفحة او صفحتين وما تستفاد من عدم. النار كونجوكيشن طلاب اللي هو الاتحاد مشهور في بيئة بكتيريا الايكولاي. هنا راح نشوف على جهة اليسار عندي بكتيريا، خلية بكتيريا تحتوي على كروموسوم واحد، تحتوي على F بلازميد نسميها بالدونر سيل F بلس، الخلية الواهبة. الخلية البكتيرية الثانية على جهة اليمين تحتوي فقط كروموسوم واحد، إذا الفرق ما تملك إنه هي ما تملك بلازميد مثل F بلس، فنسميها ريسيبيان سيل، الخلية المستلمة F ماينس. هنا بالكونجوكيشن طلاب راح يصير عندي horizontal genetic transfer، انتقال وراثي افقي. خلية اللي هي ال F بلس راح تكون ما يسمى بالفيلس. الفيلس عبارة عن تيوب راح يتصل بالخلية recipient cell، الخلية المستلمة اللي ما تمتلك بلازميد. طبعا قبل هذه الخطوة البلازميد طلاب هنا الضاعف، احنا قلنا البلازميدات من طبيعتها لها القدرة على انه تتضاعف بصورة مستقلة عن الكروموسوم، فالبلازميد هنا ضعف حتى ينطي نسخة للخلية اللي هي F- recipient cell ويحتفظ بنسخة، وبالنتيجة راح تتكون عندي مثل ما راح تشوفون هنا بالأخير آخر خطوة عندي خليتين متشابهة، كل خلية بكتيرية تحتوي على كروموسوم واحد وبلازميد، وإذا اثنيناتهم تحولوا إلى F plus cell. هنا راح تسألني أنا شنو أستفاد as a pharmacy student، كطالب صيدلة. تعرفون طلاب إنه الصيدلاني في صيدليته من يوقف بالصيدلية ورا حتكون خانة كلش كبيرة تحتوي على أنواع عديدة من الأنتيبايوتكس. هذه الأنتيبايوتكس أغلبها هي تعمل على البكتيريا. عالم البكتيريا وخصوصا من الناحية الوراثية الطلاب لازم تتعرف على المعلومات الخاصة في هذا المجال ولو معلومات بسيطة. ليش طلاب؟ مثلا هسه الكونجوكيشن شنو الهدف انه البكتيريا، هذه الخلية البكتيرية الاولى استنسخت البلازميد اللي تمتلكه واعطت للخلية الثانية المجاورة الها اللي ما تمتلك البلازميد اعطتها نسخة من هذا البلازميد، انت شو راح تستفاد؟ شنو الهدف من هذه الخطوة اللي سوتها البكتيريا؟ هذه الخطوة جدا مهمة في عالم البكتيريا طلاب، او هذه الانتقال الوراثي او ريكومبينيشن. مثلا هذا البلازميد تمتلكه هذه الخلية البكتيرية يحتوي على جينات مقاومة للانتيبايوتكس، مثلا بكتيريا الايكولاي اللي هي احنا هي مثالنا في هذه الكونجوكيشن ايكولاي. خلينا نقول انه الامبيسيلين كانتيبايوتك يأثر او تتحسس الا بكتيريا الايكولاي. هنا مجتمع هذه البكتيريا مجتمع دي يتحسس الى الامبيسيلين از انتيبايوتك. من انطيت الانتيبايوتك شو تسوي هذه البكتيريا؟ تريد تقاوم، تريد تعيش، تريد تجيل والمجتمع مالتها يبقى حي. فالبلازميد هذا يمتلك خلينا نقول صفه المقاومه لهذا الانتيبايوتك اللي هو الامبيسيلين، فتنقل الجين المسؤول عن مقاومة هذا الانتيبايوتك اللي هو الامبيسيلين
تنقلها اللي هي موجودة على البلازميد، تستنسخ هذا البلازميد الضعفه وتنقله للخلية البكتيرية المجاورة الثانية اللي ما تمتلك هذا البلازميد. إذا الخلية البكتيرية الثانية أيضا صارت عندها صفة مقاومة للأمبسيلين أنتيبايتك أو أي أنتيبايتك ثاني. هذه الخلية راح تضاعف البلازميد اللي أخذته وتنقله إلى خلية بكتيرية ثالثة وهكذا، وبالتالي يصبح المجتمع البكتيري، مجتمع هذه البكتيريا كإيكولاي اللي هي مثالنا، كله مقاوم إلى الأمبسيلين كأنتيبايتك. إذا هي هذه علاقتي بهذه الخواص والصفات الوراثية اللي دا أدرسها في عالم البكتيريا. شوفوا الطلاب، النوع الثاني من الجينيتك ترانسفير هو الترانسدكشن. هنا ماخذين اكزامبل هي نوع من انواع البكتيريا اسمها الكوراين بكتيريوم ديفثيريوم. هاي الكوراين بكتيريوم ديفثيريا طلاب طبعا نوع من انواع بكتيريا اللي تكون نورمال فلورا بالماوث، يعني من يعني قصدي متعايشه طبيعيه موجوده في اجسامنا. زين، الكوراين بكتيريوم طبعا تسبب امراض مزعجه في منطقه اللارنكس والفارنكس. الكوراين بكتيريوم بالدفتريه مشهوره انه تنقل معلوماتها الوراثيه بطريقه الترانسدكشن. الترانسدكشن هنا الطلاب ايضا راح تكون عندي خليه بكتيريه محتويه على كروموسوم، لكن هنا الصفه او الخطوه المهمه هي انه اكو نوع من انواع الفيروسات نسميها بالباكتروفاج. اذا تذكرون حكينا عنه بالجزء الاول من الميكروبيال جينيتكس، الباكتروفاج نوع من انواع الفيروسات اللي تصيب البكتيريا او مرتبطة بالبكتيريا. هذه البكتيروفاج طلاب تجي تسوي انفكشن او تصيب الخلية البكتيرية. ليش طلاب؟ اذا تتذكرون احنا قلنا معلومة جدا مهمة عن الفيروسات، الفيروسات لها القدرة ان تبقى حية لكن ليس لها القدرة ان تتكاثر الا داخل الهوست سيل، الجسم المضيف. فالهدف من انه البكتيروفاج هذا الفيروس الهدف شنو؟ انه يسوي انفكشن او انفكت هذه الخليه البكتيريه، يريد يدخل داخل الخليه البكتيريه حتى يتكاثر. مثل ما تشوفون بالرسم البكتيروفاج او الفاج هذا اللي باللون الازرق والدي ان اي مالته باللون الاحمر، شوفوا شلون راح يخترق الخليه البكتيريه، دخل الى الدي ان اي الخاص بالفيروس، دخل الى داخل الخليه البكتيريه، استغل كل الانزيمات وكل الاليات الموجوده داخل الخليه البكتيريه حتى يتضاعف. لاحظوا الصوره اللي بعدها، داخل الخليه البكتيريه اكو لون ازرق ولون احمر، الاحمر هذا دي ان اي خاص بالفيروس، الازرق هذا دي ان اي خاص بالخليه البكتيريه. راح يصير اتحاد بيناتهم، ريكومبينيشن، اعاده اتحاد. شوفوا بعدها بالخطوه رقم 3 مثل ما تشوفون الخليه البكتيريه شبيها انفجرت طبعا حتى يتحرر الفيروس من عندها. شوفوا الفيروس طلاب من يتحرر، يتحرر صار شكليا عندي واحد شكل الدي ان اي مالته بالاحمر، ونوع من انواع الفيروسات شوفوا طلاب الدي ان اي مالته ماخذ جزء من الدي ان اي الخاص بالبكتيريا اللي تضاعف داخلها، وراح يودي هذا راح ينقله يصيب خليه بكتيريه جديده. إذا قام بنقل المعلومات الوراثية من هذه الخلية البكتيرية بالخطوة رقم 3 إلى الخلية البكتيرية الجديدة اللي هي بالخطوة رقم 4 وهكذا. إذا النانا اللي دا ينقل الجينيتك انفورميشن المعلومات الوراثية من خلية بكتيرية إلى أخرى هو الفيروس المسمى بالبكتيروفاج. هو يدخل داخل الخلية البكتيرية للغرض حتى يتكاثر ويتضاعف، وبنفس الوقت يقوم بتغييرات وينقل جزء من المعلومات الوراثية بهذه الخلية إلى الخلية المجاورة. إذا هذه الطريقة نسميها بالترانسدكشن، وأفضل إكزامبل لها هي الكوراين بكتيريوم ديفثيريا. الطريقة الثالثة طلاب لترانسفورميشن بالانتقال الوراثي الأفقي. For example Streptococcus pneumoniae. ستريبتوكوكس نيمونينو من انواع البكتيريا تشتهر انه الانتقال الوراثي
في مجتمعها أو في بيئتها يكون بطريقة الترانسفورميشن. ترانسفورميشن طبعا ده تلاحظون طلاب كل طريقة احنا مخلين لها اكزامبل، هي يعني ده يعني شلون كأنه هذا الاكزامبل هو يعني يشتهر اكثر شيء بهذه الطريقة، لكن هذا لا يمنع انه كل الطرق ممكن تحدث في كل انواع البكتيريا، لانه البكتيريا من الكائنات الحية الشديدة التطور كثيرة التطور. هنا أنا عندي recipient cell، خلية بكتيرية تحتوي على الكروموسوم الدي ان اي. شوفوا لاحظوا طلابي من راح تاخذ الدي ان اي اللي يحمل معلومات وراثية تختلف عن معلوماتها. مثلا في مجتمع من هذا البكتيريا انطينا انتيبايتك معين قضى على بعض انواع البكتيريا الموجودة بهذه البيئة وهذا المجتمع، مو كل البكتيريا ماتت بالانتيبايتك اللي استخدمناه. البكتيريا اللي تم القضاء عليها بقى الدي ان اي مالتها موجود في هذه البيئه. الخلايا اللي بقت حيه ايش راح تسوي؟ خلايا البكتيريا اللي بقت حيه راح تاخذ هذا الدي ان اي من البيئه المحيطه بها. اذا الدي ان اي فريجمنت قطع من الدي ان اي تاخذها الخلايا من البيئه تستلمها. طبعا هذا الدي ان اي يحمل جينات وراثيه مختلفه عن هذه الخليه الريسيبينت، فراح يصير إعادة اتحاد ريكومبينيشن داخل هذه الخلية البكتيرية الحية اللي أخذت الدي ان اي من البيئة المحيطة بها، وبالتالي راح يصير تغيير وراثي. مثل ما تشوفون هذه هنا راح تنتج عندي خلية بكتيرية جينيتيكلي ترانسفورمد سيل، خلية صار بها انتقال وراثي، أخذت استلمت دي ان اي من البيئة. هذا الدي ان اي يحتوي على جينات او صفات وراثية، فبالتالي صار مختلفة عن جيناتها وعن صفاتها الوراثية، صار ريكومبينيشن اعادة اتحاد، فانتجت خلية بكتيرية اللي هتكون حاوية على صفات وراثية جديدة. طبعا طلاب اخر فقرة احب احكي عنها بالمايكروبيال جينيتكس. طبعا طلاب الميكروبيال جينيتكس موضوع جدا واسع وكبير، يعني تتألف كتب كاملة عن احنا طلاب بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه قرينا عليه يعني مقالات وبحوث وكتب كتب كاملة عنه. يمكن انسان تشوفه صار صفحاته هواي 7 صفحات 9 صفحات راح تقول كل شيء هواي. انا بالحقيقة هذا الشابتر موجود بهذا الكتاب اللي هو كتاب منهجي لكم، حاولت الخصه باقل ما يمكن، هذا اللي قدرت الخصه حتى اوصل لكم فكرة. شرحت لكم بالتفصيل النقاط المهمة اركز عليها، اي شيء ما مفهوم طبعا للأسف احنا كل سنة نشرح المحاضرة بالقاعة تكون اوضح، لكن هذه الظروف هي ظروف قاهرة على الجميع. إن شاء الله رب العالمين يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء إن شاء الله. أي سؤال عندك ممكن تسألني إياه، ممكن تكتب السؤال بالكلاس، ممكن تكتب السؤال بالتليجرام بالفايبر، تجي للكلية بأي طريقة حتى تفهم. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة ومفهومة، وأي شيء غامض بيها ممكن تسألني بأي وسيلة تواصل. هنا أنا طلاب ممكن تسأل نفسك، طبعا طلاب بالأحياء المجهرية معروفة إنه المادة النظرية بيها كلش واسعة، هواي طلاب يضجون من مادة الأحياء المجهرية، كل طالب إلى أسبابه، لكن بالتأكيد كل الطلاب بالأخير نجحوا وتخرجوا إلا حالات نادرة وقليلة. الأحياء المجهرية أكثر الطلاب طلاب الصيدلة يسأل يقول أنا شنو علاقتي بها، أنا ارتباطي يعني طالب صيدلان صيدلاني راح أكون ارتباطي بالدرج، زين أنا شنو الجواب اللي أقول لك بيه؟ أنت صيدلاني تتعامل deals with drugs and antibiotics. Antibiotics big field in your drugs، يعني انت ان انا صيدلاني في صيدلية تتعامل ويا الادوية،
جزء كبير من هذه الأدوية هي عالم الأنتيبايوتكس، عالم مهم جدا طلاب. ليش؟ لأنه في آخر مؤتمر اللي صار بريطانيا، طبعا أكو أنت عالمة بريطانية أكدت ودعت العالم كله الاهتمام بالأنتيبايوتيك ريزيستنس. طلاب، الأنتيبايوتيك الواحد يكلف سنوات طويلة أو مرات عشرات السنوات بالبحث والتجربة، وبحيث يكون بأقل التكاليف ويكون موجود بالأسواق العالمية ويصل لكل المرضى بالعالم. تستعمله مثلا، خلينا نقول ناخذ أي أنتيبايوتيك، تستعمله في مدينة مثلا، نضرب مثال أنتيبايوتيك السبرودار مشهور جدا اللي هو سبروفلوكساسين، بال2003 طلاب كانت نسبة التحسس إلى في مدينة الحلة خلينا نقول بنسبة 90%. يعني من تنطي هذا الأنتيبايوتيك، أنتيبايوتيك ناجح جدا وبرود سبكترم، يشتغل على كل أنواع البكتيريا، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. من تيجي هسه بعد 10 سنوات أو 15 سنة من استعماله في مجتمع معين على مستوى مدينة الحلة، هسه إذا نسوي بحث ناخذ سامبلز راح نشوف يمكن وصلت نسبة التحسس إلى 60% أو 70%، يعني قلت 20%، وغيرها من الأنتيبايوتيك وغيرها من الأمثلة. هذه الظواهر طلاب جدا خطيرة بالمجتمعات، لأنه تقول العالمة البريطانية أنه يمكن بعد 10 سنوات أي واحد يصير عنده انفلاميشن أو انفكشن يعطيه أنتيبايوتيك نهائيا، أي أنتيبايوتيك ما يشتغل عليه، إذا شلون يطيب؟ إذا النتيجة راح يموت. فعالم الأنتيبايوتيك طلاب مرتبط بعالم الأحياء المجهرية. فأنت حتى تفهم عدوك، أنت هنا عندك عدو اللي هي البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، طفيليات، هذه أعدائك. أنت حتى تعرف عدوك زين لازم تدرسه، تدرس بيه الجوانب المهمة المرتبطة بمجال عملك اللي هو الأنتيبايوتيكس، الأنتي مايكروبيال. زين، نرجع اكو نقطة ثانية جدا مهمة طلاب، انه من حكينا عن التفاصيل مثل الريبليكيشن، تضاعف الدي ان اي، ترانسكريبشن، ترانسليشن. شوفوا طلاب، كل الانتيبايوتيك مقسمة الى عوائل، كل عائلة من الانتيبايوتيك تشتغل على جزء محدد بالخلية البكتيرية. على سبيل المثال، فور اكزامبل، البنسلين جروب اور فاميلي، عائله البنسلينات. عائله البنسلينات تعرفون طلاب انتيبايوتيك جدا مهمه في علاج العديد من الامراض اللي تكون ريليتد تو هيومن، مرتبطه بالانسان. البنسلينات طلاب يكون السايت اوف اكشن مالتها، يعني العمل مالتها او الشغل مالتها وين راح يكون؟ على السيل وول، على جدار الخليه. اذا كل عائلة من الأنتيبايوتيك تشتغل على جزء من البكتيريا، لذلك إحنا ندرس هذه تراكيب البكتيريا والريبليكيشن والترانسليشن والترانسكريبشن. مثلا أكو نوع من أنواع البكتيريا يشتغل على خطوات الترانسليشن، يوقفها وبالتالي ما يخليها تترجم وما تعطيني بروتينات وتموت البكتيريا. يعني كل عائلة من البكتيريا تشتغل على جزء من الخلية البكتيرية. إذا عرفت إنه أني كطالب صيدلة لازم أدرس أحياء مجهرية، بس لازم أحاول أفهمها، صح هي مادة واسعة، أحاول قدر الإمكان أفهمها، وإن شاء الله النجاح والتوفيق للجميع. آخر آخر فقرة بالمايكروبيال جينيتكس هي ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، خلينا نشوفها. ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي is a technology which allow DNA to be produced by artificial means. تقنيا ينتج من خلالها جزيئة دي ان اي جديدة بطرق صناعية. الفكرة انه انا عندي two different sources، مصدرين مختلفين، هاخذ من عندهم جزيئة الدي ان اي واسوي كومبينين اتحاد
وتنتج بالتالي single molecule of DNA، جزيئة مفردة من الدي ان اي. يعني عندي مصدرين مختلفين اجمع بيناتهم جزيئة الدي ان اي وينطوني بالناتج جزيئة دي ان اي مفردة جديدة. recombinant دي ان اي تكنولوجي من التقنيات المفيدة والمهمة جدا. الدي ان اي الناتج بهذه الخلايا اللي تتكاثر نسميها بالدي ان اي كلونينج. عندي هذا رسم توضيح طلاب اذا تشوفوه ايضا وللتوضيح. لاحظوا عندي بكتيريال كروموسوم، هذه بكتيريا خليه بكتيرية تحتوي على كروموسوم وتحتوي على بلازميد اللي بجهة اليسار. اخذ البلازميد، بالخطوة الاولى راح اخذ البلازميد. طبعا طلاب الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي تقنية دقيقة جدا لا تقبل الخطأ، تحتاج الى مراكز ابحاث متطورة جدا معقمة ما تقبل اي contamination اي تلوث. فاحنا لكن هنا نشرحها بفيجر برسم بسيط توضيحي نشرح فقط ونفهم الفكرة. فالخطوة الاولى راح ياخذون البلازميد يسووا له ازوليشن يعزلوه. عندي سيل على جهة اليمين سيل containing gene of interest، عندي خلية تحتوي على الجين المطلوب اللي اريد انتاج من عنده. فعلى سبيل المثال اريد انتج الانسولين، الانسولين اريد اوصله لكل مرضى السكري الدايبتيك الموجودين في العالم. فاخذ خلية طبيعية، اخذ الجين المسؤول، طبعا هاي خلية تحتوي على نواة، نواة بي دي ان اي، اخذ الجين الانترست اللي المسؤول عن انتاج هذا الهرمون الانسولين واسوي له انسرتد. وين الخطوة الثالثة؟ انسرتد جين انسرتد انتو بلازميد، هذا البلازميد اللي سحبته بالخطوة الاولى عزلته من البكتيريا. بالخطوة الثانية اخذت الجين انترست من هذه الخلية، وبالخطوة الثالثة سويت انسرتد الجين المطلوب دخلته بالبلازميد اللي عزلته من البكتيريا، صار عندي ريكومبيننت دي ان اي. هذا البلازميد صار ريكومبيننت دي ان اي، لان جبت جزيئة دي ان اي من مصدرين مختلفين ووديت هذا الريكومبيننت دي ان اي رجعته لنفس الخلية البكتيرية. بالخطوة الرابعة صارت عندي ريكومبيننت بكتيريا، خلية بكتيرية اللي تشوفوها بالخطوة الرابعة، خلية بكتيرية تحتوي على كروموسوم، الكروموسوم هذا محفوظ وما له علاقة به، الشغل ده يصير بالبلازميد. البلازميد اذا تشوفوه بالخطوة الرابعة يحتوي على جزء من الجين، جزء من دي ان اي اللي هو الجين المطلوب اللي بيصير هسه باللون الاحمر. هذه الخلية البكتيرية حتعيش حياتها الطبيعية تتكاثر، فالخلية الوحدة صارت الناتج تكاثرت خليتين واربع خلايا وثمانية وهكذا، كل خلية تحتوي على الكروموسوم موجود ومحفوظ وبلازميد يحتوي على الجين المسؤول عن انتاج هرمون الانسولين. اذا صار عندي مجموعة من الخلايا كلون اوف سيلز مستعمرة من الخلايا. طبعا هذه التقنيات طلاب اللي هي recombinant DNA technology استخدموها مجالات كلش واسعة. طبعا هنا انا كتبت لك نفس الفيجر، هنا انا مسويته على شكل steps 6 steps 6 خطوات تشرح لك بالتفصيل كل الخطوات الموجودة بالفيجر هي نفسها. الابليكيشن يعني التطبيقات اللي استخدموا بها recombinant DNA technology طلاب هنا أنا مثلا analysis of gene structure، يعني حللوا الجينات اللي ظلت تكون غامضة عنهم عندهم. رقم اثنين pharmaceutical products، يعني اكو منتجات صيدلانية مثل الدراجز الفاكسينز الادوية اللقاحات، ايضا استفادوا من تقنية recombinant DNA technology. مثلا الخطوة الابليكيشن الثالث genetically modified organism، حصلوا على كائنات محورة وراثيا يعني نباتات محسنة حيوانات محسنة. ابليكيشن رابع الميديسن بالطب، مثلا human gene therapy العلاج
بالجينات. Diagnosis of genetic disorders، أكو مجموعة من الاختلالات الوراثية والأمراض الوراثية شخصوهم. Forensic evidence، الأحداث الجرائم يتعرفون عليها من خلال recombinant DNA technology. إذا هنا عندي مجموعة وغيرها طبعا طلاب أنواع عديدة من التطبيقات الابليكيشنز بالrecombinant DNA technology. هذه كانت آخر فقرة طلاب بميكروبيال جينيتكس. أي سؤال عندك، أي شيء ما مفهوم، نقدر تتواصل عن الكلاس أو بأي وسيلة تواصل، تليجرام أو فايبر أو بالكلاس. تقدر تكتب سؤالك أو إذا موجود بالكلية مثلا تسأل، أكو قسم الطلاب إجوا سئلوا، أكو أشياء ما فاهميها بالمحاضرة سئلوا حتى تفهم المحاضرة، وحاول تركز على النقاط المهمة، إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة ومفهومة، والتوفيق والنجاح لكم دائما إن شاء الله.